بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة عندنا فكرة جديدة، أول مرة ننفذها مع بعض، إعادة تدوير لأي قميص نوم موجود عندك في البيت. طبعا كلنا عندنا قمصان نوم مركونة مش بتتلبس كده، زهقنا منها، بتحرنا، يعني كل ده موجود في كل بيت يعني. فهنعيد تدويره النهاردة وهنستخدمه بطريقة حلوة إن شاء الله، بحيث إنه يتلبس، بس هيبقى إيه، يعني هنعمل منه فكرة تانية إن شاء الله تعجبكم. ده قميص نوم كده زي ما انتوا شايفين، في كورنيش اللي من تحت، ده كورنيش اهو محطوط فيه ستان كده ابيض، ومن فوق بالشكل ده، وبسيط جدا اهو، بس في قماش كتير، يعني في نسبة كشكشة كتير في القماش اهو، هيتفيدني يعني لما افكه هيديني قماش كتير اعمل منه فكرة بتاعت النهاردة. طبعا الجزء اللي من تحت انا مش هاجي جنبه، انا الجزء اللي من فوق بس هو اللي هقصه، يعني انا مش عايزة الجزء اللي فوق ده، هقص من اول الحردة بتاعت الابط كده زي ما انتوا شايفين، هطبقه بس عشان يبقى متساوي، والقص بتاعي يبقى متساوي، ما تبقاش حتة طويلة وحتة قصيرة، هطبقه كده على بعض بالنص، وهاجي من تحت الابط اقص الجزء ده كله انا مش عايزاه، لكن تحت مش هاجي جنبه، هخليه زي ما هو. اجي قصيت اهو الجزء اللي فوق اهو بالتساوي كده، طبقتهم عشان يبقوا متساويين حلو زي ما انتوا شايفين. بقى عندي القماشة بتاعتي كده بقت كبيرة اهي زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا هو متطبق على اتنين اهو، انا قصيته ومتطبق كده على اتنين، فهو متطبق على اتنين، انا هقصه كمان اتنين، يعني هيبقوا اربع اجزاء عندي. والديل بصوا زي ما انتوا شايفين اهو، ما جيتش جنبه زي ما هو، هو شكله حلو طبعا ديله، فانا ما مقصتهوش، فطبعا عشان انا مش خياطة لو فكيته او قصيته مش هعرف اركبه تاني، لكن انا بعمل اعادة تدوير بس، لكن مش بعرف اقص يعني، او يعني مش خياطة، يعني مش متمكنة في الخياطة قوي. فايه الفكرة، ايه بسيطة جدا، وهنطلع منها فكرة بسيطة، وبحيث ان ايه القماش ما يبصش مني واعرف اعمله. تمام، انا طبعا بعد ما قصيت الجزء اللي من فوق اداني ايه قطعه كبيره من القماشه اهو، فانا طبقته على اتنين، بقى عندي اربع ايه، اربع اجزاء، فقصيتهم بالنص اهم، جزئين تحت وجزئين فوق، يعني انا قسمت القماش اللي عندي بالنص، قسمتهم بالنص عشان هو طبعا كان عريض بعد الكشكشه وكده، اهي بصوا بقت عريضه، فانا قصيتهم جزئين متساويين بالنص بالظبط، جزئين متساويين، وبعد كده هقص واحده اطول من واحده، يبقى انا قصيت جزئين اهم، وبعد كده عايزه واحده اطول من واحده، فعشان اقص جزء اطول من جزء فبحطهم كده على بعض، بحيث ان يبقى الكورنيش اللي تحت او الدنتيل اللي تحت كده طبقه فوق طبقه، يعني انا بصوا عايزاهم بالشكل ده، الديل اهو اللي من تحت، الجزء اللي من تحت والجزء اللي من فوق، انا عايزاهم بالظبط الطول ده، وهقص بقى من فوق عشان ما اجيش جنب الديل بتاعي، يبقى هقص من فوق الجزء الزياده بحيث انه يبقى من تحت جزء اطول من جزء. يا رب بس الفكرة تكون واضحة. يعني انا قسمت القميص على اتنين، طبعا هو بعد ما قصيت الجزء اللي فوق فر معايا قماشة عريضة، فروحت قسماه بالنص، طبعا الديل زي ما هو كده زي ما انتوا شايفين اهو من تحت، وبعدين كل نص حطيته فوق التاني بحيث ان انا اخلي نص اطول من نص. تمام، وبعد كده كل جزء من اللي عندي هقسمه كده على اتنين، ادي جزء اهو على اتنين، وهحط الجزء التاني برضو على اتنين، هطبقه على اتنين واحطه، يبقى تحت اربعة وفوق اربعة اهم. انا بحاول بس اوصل لكم الفكرة عشان ايه ما تتهوش مني يعني. تمام، ادي الجزء التاني اهو القصير، هقسمه برضو بالنص، هيبقى اربع قطع اهو. ماشي، انا كده حطهم فوق بعض، وجبت بقى اي حاجة من مقاس بنتي، تيشرت، اي حاجة كده تكون مظبوطة عليها، طبعا انا مش خياطة زي ما اتفقنا مع بعض، فعشان ما نكعبلش نفسنا، ومقاس الدوران بتاع الرقبة، ومقاس حردة الابط، وكل ده دي مقاسات كلها، فعشان برضو ايه، انا مش انا بعيد تدوير بس الحاجة، فمش عايزة الحاجة تبوظ مني، فانا جبت حاجة مقاس بنتي وهقص عليها، دي اسهل طريقه. لو انت عايزه حتى تفصلي اي حاجه عليها، قطعه قماشه عاديه، ممكن تجيبي اي حاجه من مقاس اللي انت عايزه تفصلي عليه وهتحطيها كده وتقصي عليها، وحطيتها معاكي مظبوطه، ومش يعني مش هتبوظ منك ولا حاجه، ما تقلقيش، دي اسهل طريقه عشان تقصي بيها يعني، وما تخافيش من القص. تمام، اجيني قصيت مقاس دوران الرقبه اهو على المقاس اللي عندي، وبعد كده الكتف، وبعد كده حرده الابط،
بالشكل ده. الفكرة دي ممكن تقيسي بيها عليها بقى اي افكار تانية، اي حاجة عندك عايزة تعيدي تدويرها تعملي بنفس الفكرة اللي عندك دي، هتلاقيها سهلة وبسيطة وهتظبط معاكي وهتطلعي حاجات جميلة اساسا ما كنتش متخيلة ان هو يطلع معايا بالجمال ده، يعني من حاجة كانت مركونة اساسا مش بتتلبس يعني. تمام، انا قصيت اهو لغايه حردة الابط وبعد كده هنزل على واسع. انا مش عايزه مقاس التيشيرت كده من تحت، لا انا عايزاه بقى على كلوش كده واسع من تحت، فانا هنزل على ما فيش زي ما بيقولوا كده، هنزل على مقاس القماشه بتاعتي بقى. لكن انا بس يا دوبك خدت الحرده بتاعت مقاس الحرده بتاعت الابط بس ومقاس الرقبه، والباقي بقى نزل على واسع كده اهو بالشكل ده. هفرد بقى معايا القماش وشوفوا القصة اللي انا قصيتها بقى شكلها ايه. طبعا انا حاطة الجزئين على بعض، الجزء القصير والجزء الطويل. تمام، اهي حردة الابط اهي بانت، وحردة الرقبة والكتاف تمام بانت اهي معايا زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا كده اسهل طريقة ان انا مبوظش القماش بتاعي لو انا مش بعرف اقص او اخيط. وادي الجزء الطويل اهو نفس الحردة ونفس المقاس بالظبط، عشان انا كنت حطاهم على بعض بحيث انه يطلعوا الاتنين مقاس واحد. تمام كده اهو الجزء الطويل وجزء قصير. فانا هعمل ايه بقى؟ عايزة اركب الاتنين فوق بعض. هيركبوا فوق بعض ازاي؟ عشان يبقوا طبقتين كده، طبقة قصيرة وطبقة طويلة. فانا كل جزء من الاجزاء اللي عندي هخيطهم في بعض الاول، يعني الكتاف اهي هخيط في الكتف في الكتف، بحيث ان انا هقفل كل واحد لوحده. يعني انا الاول هقفل كل واحد لوحده وبعد كده هقفل الاتنين على بعض. الكتاف كده فوق بعض بالخيط والابرة عاديين خالص لسه مش على المكنة، بعمل الاول انا طبعا مش متمكنة في الخياطة، فبسرج بايدي كده تسريجة خفيفة بالخياط بالابرة والخيط العاديين بالشكل ده. قفلت الكتاف اهم شبكتهم في بعض، والجناب بتاعتي برضو من اول الحردة بتاعت الابط لغاية تحت برضو ثبتهم مع بعض. ادي جزء، والطبقة التانية برضو نفس النظام، من فوق برضو ثبت الجناب مع بعض والكتاف مع بعض فوق. بقول جزئين عندي هم بالطريقة دي. تمام، في بقى الجزء الطويل والجزء القصير. فالجزء الطويل من تحت والجزء القصير المفروض هخليه فوق. فانا هثبتهم في بعض ازاي؟ هثبتهم في بعض من الكتاف اهو. يا رب بس الفكرة تبقى واضحة ومعايا كده واحدة واحدة عشان نفهم انا عايزة ايه بالظبط. تمام، انا حطيت الجزئين اهم فوق بعض، هثبتهم بقى فوق من الكتاف برضو، كل ده بالابرة والخيط لسه على ايدي عشان الدنيا ما تبوظش مني بالراحة خالص. وبعد كده هثبت من تحت الباط الجزء اللي انا ماسكاه ده تحت الابط برضو، هثبتهم الاتنين في بعض، الجزء الطويل والجزء القصير برضو من هنا ومن هنا هثبتهم كويس، الكتاف مع بعض ومن تحت الابط برضو هثبتهم مع بعض عشان ما يفكوش مني، ولما اروح بقى على المكنة اخيطهم حلو ويبقوا كويسين وما يفكوش. كل ده لسه بالابرة والخيط بس. تمام، ظبطتهم اهم، ثبت الكتفين في الكتفين والابط كده من تحت برضو ثبته مع بعض عشان يبقى الجزئين معايا ثابتين ما توهش يعني وانا بخيط على المكان. وادي جزء اطول من جزء اهو بالشكل ده، الجزء اللي تحت هو الطويل اهو والجزء اللي فوق هو الاقصر بالشكل اللي قدامي. تمام، هروح بقى المكنه اظبط كل اللي انا عملته ده واخيط بقى من الابط كده اهي، اقفل بقى التقفيل بتاعي كل ده هتنيه على المكنه، والحرده اللي من فوق بتاعه العنق كده برضو هتتنى على المكنه. هظبط كل ده بقى على المكنه واجيب لكم بقى الشكل النهائي اللي انا وصلت له في الاخر. بقى عندي بالشكل ده اهو زي فستان صغير كده يتلبس على بنطلون في مناسبه لبنتك، شكله تحفة وشيك، عملناه من قميص مركون مش بيتلبس بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين، طلع شيك جدا واتلبس على بنطلون. بس انا ما عنديش مليكين عشان احطه لكم عليه، كان بين اكتر. يا رب بقى الفكرة تكون عجبتكم وسهلة وتقدروا تنفذوها، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.